بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس صادق مع الأخي صادق معرفي رئيس المؤتمر العام، سعد المدير العام لوكالة الطاقة الذرية، الأخوة والأصدقاء الزملاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أكون معكم اليوم في هذا الحفل الدولي الهام الذي يجسد أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز التعاون الدولي لتسخير الذرة للسلم والتنمية. كما أود أن أشكر المملكة المغربية على رئاستها للمؤتمر العام في دورته 64. بداية أنقل إليكم تقدير قيادة المملكة العربية السعودية على ما تقوم به الوكالة ومنسوبيها بقيادة مديرها العام رافائيل غورسي في ظل تحديات جائحة كورونا في كوفيد-19، وعلى جهودها في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المشاركين في هذا الحدث السنوي الهام. والشكر موصول إلى الدول الأعضاء لدعم الوكالة ومساندتها أثناء تلك المدة العصيبة. كما تقدر المملكة الوكالة ومديرها العام على الجهود والمبادرات المتميزة. سيد الرئيس، تلتزم المملكة بسياستها الوطنية التي تؤكد أعلى معايير الشفافية والموثوقية وأعلى درجات الأمان، وتعمل بذلك على تنمية الاستخدامات السلمية للتقنية النووية في المجالات المختلفة، ويشمل ذلك مشروعها الوطني للطاقة الذرية. وتتعاون المملكة على نحو وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تطوير هذا المشروع، ونشكرها على تقديم الخدمات الفنية والاستشارية التي استفادت منها بلادنا. كما أود أن أعلم عن سروري بدء أعمال تشييد مبنى مركز الأمن النووي ضمن مباني مختبرات الوكالة الذي دعمته المملكة بمبلغ 10 مليون دولار وغيرها من الدول الصديقة، للإسهام في دعم الدور المحوري للوكالة في المنظومة العالمية للأمن النووي، وليكون مكملا ومعززا لمنظومة فدرالية. سيد الرئيس، تؤكد المملكة أهمية التزام الدول بمعاهدة الانتشار النووي مع الحفاظ على حقها في الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية واستثمار ثرواتها الطبيعية في ظل بيئة آمنة من التهديدات النووية. وتطالب المملكة المجتمع الدولي بتحقيق الهدف الأسمى، النزع الكامل عمليا للأسلحة النووية لتحقيق بنود المعاهدة، وتدعو الدول غير الأطراف بمعاهدة منع الانتشار النووي لسرعة الانضمام إليها، ووضع جميع منشآت النووية تحت نظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتشدد المملكة على موقفها الذي يؤكد على أهمية دور المناطق الخالية من أسلحة الدمار الشامل في إيجاد عالم آمن ونشر السلم وتعزيز منظومة عدم الانتشار في منطقة الشرق الأوسط والعالم كافة. وتشيد المملكة بدور المدير العام في استمرار قيادته للوكالة وجهودها المتميزة في التعامل مع ملف عدم الانتشار النووي والحفاظ على مسؤوليات الوكالة في اتفاقات الضمانات. تزامنا مع استمرار الوكالة في تقديم تقاريرها إلى مجلس المحافظين فيما يتعلق بعدم جدية إيران في القضايا المتعلقة بالضمانات. سيد الرئيس، إن المملكة تبدي قلقها حيال عدم امتثال إيران الكامل لالتزاماتها في اتفاقيات الضمانات وعدم شفافيتها في مع الوكالة، مما يشكل تهديدا لمنظومة منع الانتشار. كما أن المملكة تدعم جميع الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من حيازة السلاح النووي وتطوير منظومة منع الانتشار في المنطقة والعالم. كما تؤكد المملكة ضرورة
التصدي للانتشار النووي في الشرق الأوسط بما يقتضي ضرورة التعامل مع الخطر النووي الإسرائيلي الذي لا يهدد أمن الشرق الأوسط واستقراره فحسب بل العالم أجمع. وفي هذا الصدد نؤكد على أهمية تنفيذ قرار عام 1995 ميلادي كاملا بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. سيد الرئيس، أود أن أختتم الكلمة هذه بالتأكيد على أن المملكة تجدد دعمها للوكالة من أجل تسهيل التقنية النووية لخدمة البشرية، وتدعو المجتمع الدولي إلى التعاون الإيجابي في تطوير التقنية النووية والتصدي بحزم لجميع محاولات الاستخدام غير السلمي وغير الآمن للطاقة النووية. شكرا لسيد الرئيس والحضور الكرام، وآمل أن تتكلل أعمال هذا المؤتمر بالتوفيق والنجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.